دخل يسوع بعد أيام إلى كفرناحوم فسمع أنه في بيت فاجتمع كثيرون حتى إنه لم يسعهم الموضع إلى الباب وكان يلقي عليهم مخلع يحمله أربعة وإذ لم يستطيعوا أن يقتربوا إليه بسبب الجمع صعدوا إلى السطح وكشفوا سقف البيت فوق الموضع الذي كان فيه يسوع ونقبوه ودلوا الفراش الذي كان المخلع مطروحا عليه لما راى يسوع ايمانهم قال المخلع يا ابني مغفورة لك خطايا قوم من الكتبة والفريسيين جلوسا ففكروا بقلوبهم ما بال هذا يجدد فمن يغفر أن يغفر الخطايا إلا الله فقال لهم لماذا تفكرون في هذا بقلوبكم أيما أيسر أن يقال للمخلع مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم احمل فراشك وامشي ولكن لتعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمخلع لك أقول قم احمل فراشك واذهب إلى بيتي فقام لساعته وحمل فراشه وخرج أمام الجميع حتى إنهم بهتوا كلهم وسبحوا الله